السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما وعدتكم غادي نعطيكم ميثود أخرى باش نحسبوا قياسات نسب مثلثية لقياسات غير اعتيادية باستعمال أداة العقدية. إذا التمرين يقول يكون قطع عدد حقيقي، يبين أن مهما يكون قطع عدد حقيقي فإن واحد زائد إكسبونونسيال إي تيتا ما هو إلا جوج كوسينوس تيتا على جوج إكسبونونسيال إي تيتا على اثنان. إذا نبدأ بالجواب. إذا لاحظوا هنايا هذه الكتابة تعطات لي على هذه الكتابة، صافي. إذا جوج كوسينوس تيتا على جوج إكسبونونسيال إي تيتا على جوج لا تعتبر هنا شكلا أسيا، لأن كوسينوس تيتا على جوج ماشي بالضرورة غادي تكون موجبة. الشكل الأسي يقول أن إر إكسبونونسيال إي تيتا R exponential إي تيتا، وهنا R ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب، لأن الكوسينوس محصور بين ناقص واحد وواحد. إذا هنا يا سادي بون حسب تيتا فين كاين، تيتا هنا راه في R كاملة، إذا هذه ليس شكل أسي، ليس شكل أسي. باش نعرفه هو الشكل أسي ولا لا خصنا نعرفو تيتا شحال كتساوي أو ضمن المجال المحدد، صافي. مثلا إذا كان تيتا محصور بين صفر و بي على جوج فإن تيتا على جوج غادي تكون محصورة بين صفر و بي على أربعة، كوسينوس تيتا في هذا المجال هذا اللي هو صفر و بي على أربعة دائما موجب، إذا هذا يعتبر شكلا أسيا. مثلا إذا أخذنا تيتا محصور بين بي و اثنان بي فإن تيتا على اثنان غادي نلقاو محصورة ما بين بي على جوج و بي، وهنا الكوسينوس ديال هاد الزوايا المحصورة بين بي و بي على اثنان دائما سالبة، إذا كوسينوس هنا سالب، إذا لا يعتبر شكلا أسيا. إذا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نضرب في ناقص واحد، صافي. هنا خصنا نضربو في ناقص ناقص، نضربو في ناقص ناقص، والناقص كوسينوس تيتا على جوج تيتا غادي تكون موجبة من جهة، والناقص الثانية اللي ضربنا فيها غادي نعوضها بإكسبونونسيال إي بي، ناقص واحد الثانية غادي نضربوها غادي نعوضها بإكسبونونسيال إي بي. إكسبونونسيال إي بي فوا إكسبونونسيال إي تيتا على جوج غادي تكون هي إكسبونونسيال تيتا على جوج بلوس بي. نتمنى ما نكونش تلفتكم، المهم انتبهوا معايا للتمرين. هادشي اللي قلناه ان شاء الله غادي تفهموه من خلال هاد لي زيكزومبل اللي عطيتكم هنا، لان السؤال المطلوب هنا الشكل الاسي فقط، الشكل الاسي فقط. فوالا، اذا السؤال الاول غادي ننطلقوا من هاد العلاقه ونجيبوا هاد العلاقه، اولا ننطلقوا من هاد الطرف ونجيبوا هاد الطرف. الا انطلقنا من هاد الطرف، اذا هاد الطرف غادي يكون شي شويه طويل، دونك 1 بلس اكسبونونسييل اي تيتا اشنو كتساوي؟ هاد واحد خصني نكتبها على شكل اكسبونونسييل اي تيتا على جوج موان تيتا على جوج بلس اكسبونونسييل اي، هاد تيتا على جوج هاد تيتا هي تيتا على جوج هو النصف ديالها زائد النصف ديالها، ونزيدو نكملو غادي نعملو باكسبونونسييل اي تيتا على جوج هي خرجات اكسبونونسييل اي تيتا على اثنان، اشنو غادي يبقى لينا؟ يبقى لينا هنايا اكسبونونسييل اي موان تيتا على جوج بلس اكسبونونسييل اي تيتا على جوج، ها اللي كيساوي غادي نضرب هنايا في جوج ونقسم على جوج، بغينا هاد جوج غادي تبان، اذا غادي نضرب في جوج ها هي جوج اكسبونونسييل اي تيتا على جوج، ولا قسمت هذه على جوج شكون هي حسب صيغه اولير؟ اشنو كتقول لنا صيغه اولير؟ ان كوسينوس اي موان اي تيتا بلس اكسبونونسييل اي تيتا على جوج هي كوسينوس تيتا، اذا هذه تعطينا كوسينوس تيتا على جوج، وها النتيجه لقيتها من هذا الاتجاه. الاتجاه الموالي دائما غادي نعكسو، غنعكسو هادشي هذا، جوج اكسبونونسييل اي تيتا على جوج كوسينوس تيتا على جوج كتساوي جوج اكسبونونسييل اي تيتا على جوج عامل. لماذا؟ شكون هي كوسينوس تيتا على جوج حسب صيغه اولير؟ هي اكسبونونسييل موان اي تيتا على جوج بلس اكسبونونسييل اي تيتا على جوج مقسوم على جوج. غادي نختزلو بهذا، غنشرو العلاقه ديالنا، نضفو القاعده اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل ايكغيك هي اكسبونونسييل اكس زائد ايكغيك، ولاحظوا هنايا هاد اكس وهاد ايكغيك عددين متقابلين، اذا غادي يعطينا اكسبونونسييل زيرو، اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل ايكغيك هنا راه زائد، لاحظوا دونك اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل ايكغيك، مع ان اكس كتساوي ايكغيك، اكسبونونسييل اكس فوا اكسبونونسييل اكس هي اكسبونونسييل اثنان اكس، و اكس هنا هي تيتا على جوج، اذا الى ضربناها في جوج تبقى لنا غير تيتا، دونك تبقى لنا هنا اكسبونونسييل اي تيتا، النتيجه هي واحد بلس اكسبونونسييل اي تيتا. اذا نتوما شوفوا لا مارش اللي جاتكم سهله، ممكن تبعوها ان شاء الله في حاله الى لقيتوا هذا السؤال هذا
في امتحانات المدارس الاستقطابية أو الامتحان الوطني. استنتج أن السؤال الموالي استنتاج نستنتج أن هذه الصيغة اللي هي واحد زائد كوسينوس تيتا بلوس إي سينوس تيتا كتكتب على هذا الشكل هذا. إذا من طبيعة الحال راه عندنا كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا شكون هي؟ هي دائما إكسبونونسيال إي تيتا، دونك تعطيك واحد زائد إكسبونونسيال إي تيتا. واحد زائد إكسبونونسيال إي تيتا كما بيناها سابقا هي جوج كوسينوس تيتا على جوج إكسبونونسيال إي تيتا على جوج. ثم احسب معيار العدد زد هذا العدد هذا المعيار ديال هذا العدد. إذا لاحظوا المعيار ديال العدد واحد كوسينوس تيتا بلس إي سينوس تيتا نورمالمون كاين اللي غادي يخدم بالقاعدة أ أوس تنان جدر أ أوس تنان زائد بي أوس تنان، واللي غادي تكون طويلة بزاف هنايا غادي نخدم أنا غير بهادي كتساوي جوج كوسينوس تيتا على جوج إكسبونونسيال إي تيتا على اثنان. فوالا اللي غادي تساوي هذا راه عدد حقيقي، عدد حقيقي المعيار ديال العدد الحقيقي هو القيمة المطلقة. دونك نديرو هنايا جوج كوسينوس تيتا على اثنان على قيمة مطلقة في المعيار ديال إكسبونونسيال إي تيتا على اثنان. شحال كيساوي المعيار ديال إكسبونونسيال إي تيتا على اثنان؟ دائما كيساوي واحد، هذا كيساوي واحد، هاد جوج ممكن نخرجوها، دونك تعطينا جوج كوسينوس تيتا على جوج المعيار هنايا. فوالا هنا غادي عندنا هاد الكوسينوس ممكن يكون سالب ممكن يكون موجب. قلنا هادي علاش هادي واحد؟ لأن مهما تغير تيتا فإن إكسبونونسيال إي تيتا دائما كيعطينا كوسينوس تيتا بلس إي سينوس تيتا، هادي متفقين عليها من طبيعة الحال. دونك إلا درنا هنا المعيار، المعيار أشنو غادي يساوي؟ يساوي جدر الكوسينوس تيتا أوس تنان زائد سينوس تيتا أوس تنان. النتيجة دائما هي جدر واحد، وجدر واحد هو واحد. إذا مهما تغير تيتا في R فإن إكسبونونسيال إي تيتا المعيار ديال هذا العدد دائما هو واحد، المعيار ديالو دائما هو واحد. ندوزو مباشرة للسؤال ثلاثة باش نوضحو هذه القاعدة لحساب قياسات غير اعتيادية. إذا نعتبر العدد زد أن بحال زد أن كيساوي واحد زائد جدر جوج على جوج زائد إي جدر جوج على جوج، ثم استنتج قيمة كوسينوس بي على 8. إذا في هذه الحالة زد واحد راه ميمكنليش نعرف أنا مباشرة لاغيمون ديالو اللي هو بي على 8، لأن بي على 8 قياس غير اعتيادي. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نوظف هاد العلاقة هذا. فوالا إذا لدينا زد أن غادي يساوي قلنا واحد زائد راسين دو سيغ دو بلس اي راسين دو سيغ دو اللي غادي يساوي من طبيعة الحال واحد زائد. إذا شكون هي الزاوية اللي الكوسينوس ديالها هاد العدد كنعرفوها كاملين؟ هي كوسينوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4. إذا أنا شنو كندير دابا؟ كنحاول هاد العدد هذا نكتبو على شكل واحد زائد إكسبونونسيال إي تيتا. هادي شكون هي؟ هادي إكسبونونسيال إي بي على 4، واحد زائد إكسبونونسيال إي بي على 4 اللي غادي تساوي من طبيعة الحال جوج. هنا تيتا كان تيتا هنايا، هنا كنديرو تيتا على جوج كنقسمو تيتا على جوج. هنا تيتا عندي شكون هي؟ بي على 4. بي على 4 الا قسمناها كامله على جوج شحال هي؟ بي على 8. اذا تعطينا جوج كوسينوس بي على 8 سينوس سينوس اكسبونونسيال اي بي على 8 كما سا. اذا هذا راه يعتبر شكلا اسيا، شكل اسي. علاش؟ كار كوسينوس بي على 8 راه موجب. هذا يعتبر شكل اسي لان كوسينوس بي على 8 موجبه. علاش كوسينوس بي على 8 موجبه؟ لانها تنتمي الى المجال 0 بي على 2، مجال 0 بي على 2، ها 0 ها بي على 2. دائما هنا الكوسينوس يعتبر موجبا، الكوسينوس ديال هذا القوس هذا دائما موجب. نمر الى الاستنتاج. استنتاج اذا لاحظوا هنايا نورمالمون هذا هو المعيار، هذا هو المعيار ديالنا. اذا غادي نجي لزيد ان ونحسب المعيار ديالها. لدينا زيد ان، المعيار دو زيد ان كيساوي جدر هاد ا اوس اثنان زائد بي اوس اثنان، هادي كامله اوس اثنان نعم، زائد هادي اوس اثنان اللي غادي يساوي جدر. تبقى لينا هنا واحد جوج ا بي تمشي جوج مع جوج، تبقى لينا جدر جوج. هادي أوس اثنان هي جوج، هادي أوس اثنان هي واحد على أربعة، هادي كذلك أوس اثنان قلنا، هادي أوس اثنان هي
جوج على أربعة كوم سا. هذه أوسي تاني هي جوج على أربعة. إلا جمعنا كل شيء تعطينا واحد زائد جدر جوج، وهذه أربعة على أربعة هي جوج، دونك جوج زائد جدر جوج. مزيان، هذا العدد اللي هو المعيار ديال زد أن هنا في الشكل الأوسي هو هذا، والشكل الأوسي دائما كيتكتب على شكل إر إكسبونونسيال إي تيتا، دونك إر في هذه الحالة شكون هو؟ هو هذا. فوالا، دونك هذا العدد اللي حسبناه قبيلات راه هو اللي كيمثل ليا جوج كوسينوس بي على 8. إذا شنو كيعني هذا؟ إذا كان جوج كوسينوس بي على 8 كتساوي جدر جوج زائد جدر جوج، كيعني أن كوسينوس بي على 8 هي راسين 2 بلس راسين 2 كل على 2. إذا هذا هو القياس لكوسينوس بي على 8 واللي لقيناه في التمرين السابق. نمر إلى حالة أخرى، العدد زيد جوج. زيد جوج، الملاحظة هنا في زيد جوج أن ما بينليش هاد الواحد، هنا راه ديجا عطاني الواحد. إذا هنايا هاد جدر جوج غادي نخليه أبار ونخدم على هذا، نخدم على هذا نلقى ليه، نلقى ليه تيتا ديالو. فهمنا هذا خصنا نلقاو ليه تيتا، شكون هو تيتا في هاد الحالة هادي. فوالا، إذا هنا غادي ناخدو راسين دو موان زان بلوس إي كيساوي راسين دو. الا خدينا غير الجدر ديال هذا المعيار ديال هذا العدد، المعيار ديال هذا العدد شكون هو؟ هو جدر جوج. اذا غادي ندير هنايا زائد جدر جوج عامل ونقسم هنايا على جدر جوج، ناقص واحد على جدر جوج زائد واحد على جدر جوج. مزيان، راه خديت هي المعيار ديال هذا بوحدو، هاد لابار هادي فقط المعيار ديالها قلنا هو جدر اثنان، ضربت فيه وقسمت عليه، دونك تساوي جدر جوج زائد جدر جوج عامل لماذا؟ ناقص جدر جوج على جوج زائد جدر جوج على جوج اي، اللي كيساوي لنا، لاحظوا هذا العدد هذا محصور بين ناقص واحد وواحد، وبالتالي راه يمثل كوسينوس ديال واحد الزاويه. بغيت نعرف انا شكون هي هذه الزاويه، غادي نجيو نرسم الدائره المثلثيه من طبيعه الحال. ها هي جدر جوج على جوج، شكون هي الزاوية للكوسينوس ديال جدر جوج على جوج؟ هاي هي بي على ربعة، ولكن بي على ربعة الكوسينوس ديال جدر جوج على جوج، والسينوس ديالها شحال؟ جدر جوج على جوج. أنا بغيت أنا الزاوية اللي الكوسينوس ديالها ناقص جدر جوج على جوج، ها هي، لأن الكوسينوس قلنا بغينا يكون سالب، هادي هي ناقص جدر جوج على جوج. شكون هي هاد الزاوية؟ إلا كانت هادي بي على 8 شكون هي هادي؟ هذه هي بي ناقص بي على 8، بي نقصنا بي على 8 منها غادي تعطينا 3 بي على 4. اذا تعطينا جدر جوج، جدر جوج غادي نعمل بجدر جوج هنا من طبيعة الحال، عامل دي واحد زائد هذا كامل، غادي يبقى لنا قلنا واحد لان عملنا بها جدر جوج، كوسينوس بي 3 بي على 4 زائد اي سينوس 3 بي على 4 اللي كيساوي طبيعة الحال جدر جوج عامل لواحد زائد إكسبونونسيال إي تلاتة بي على أربعة، اللي كيساوي هادي واحد زائد إكسبونونسيال إي تيتا. أشنو كتعطينا؟ كتعطينا جوج كوسينوس تيتا على جوج، هادي إلا قسمناها على جوج تولي تلاتة بي على 8. إذا تعطينا جدر جوج هادي كاملة هي جوج كوسينوس تلاتة بي على 8 إكسبونونسيال إي تلاتة بي على 8. إذا انتبهوا معايا مزيان هنايا لهاد الخطوة، أشنو بغينا حنا؟ بغينا الشكل الأسي، الشكل الأسي دائما يكتب على شكل إر إكسبونونسيال إي تيتا، بحيث إر خصو يكون موجب، هنايا إر هذا راه جوج جدر جوج نعم موجب، ولكن كوسينوس تلاتة بي على 8 كي دايرة هنايا؟ سالبة، هاهي سالبة. إذا شنو غادي ندير هنا؟ غادي نضرب في ناقص واحد، وهادي غادي نربطها بناقص، تولي عامل لناقص جوج جدر جوج كوسينوس 3 بي على 8، ما درت والو، درت في ناقص ناقص، اكسبونونسيال اي 3 بي على 8، شكون هو هاد ناقص واحد؟ بدلالة الاكسبونونسيال، كنعرفو أن اكسبونونسيال اي بي هو ناقص واحد، إذا هادي غادي نعوضو باكسبونونسيال اي بي، دونك تولي ناقص جوج جدر جوج كوسينوس 3 بي على 8 اكسبونونسيال اي بي فوا اكسبونونسيال اي 3 بي على 8. النتيجه هي ناقص جوج جدر جوج
كوسينوس 3 بي على 8 اكسبونونسييل اي 3 بي على 8 ونزيدو لها بي، بمعنى نزيدو لها نعم نزيدو لها هنايا بي. دونك هنا شنو غادي تعطينا النتيجة؟ تعطينا اكسبونونسييل اي عامل 3 بي على 8 نزيدو لها بي فوالا. دونك 8 زائد 3 11 11 بي 11 بي على 8. إذن هذا يعتبر شكلا أسيا، علاش؟ لأن هذا دابا راه موجب، هذه القيمة هذه دابا راه ولات موجب، وفي اللو هنايا راه كانت هذه القيمة سالبة، هذه كاملة كانت نيجاتيف أصغر من صفر. إذن شنو درنا؟ ضربنا في ناقص واحد ناقص واحد. المطلوب هنا هو أعطينا القيمة ديال كوسينوس 3 بي على 8. هذا شنو كيمثل ليا؟ كيمثل ليا المعيار، كيمثل ليا معيار هذا العدد. لدينا معيار العدد زيد دو كيساوي غادي ناخذ المعيار ديالو اللي هو راسين، هذا هو ا كامل جدر جوج ناقص واحد لكل اس اثنان زائد بي اس اثنان اللي هي جدر جوج نعم اللي هي واحد نعم اس اثنان. اذا تساوي هذه اس اثنان هي جوج، جوج جدر جوج نعم ناقص جوج جدر جوج والواحد مع جوج، النتيجة شحال هي؟ هي جوج 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 ربعة. دونك تعطينا ربعة هنا، هذا هو زيد أس اثنان اللي كيساوي هذا العدد كامل ناقص جوج جدر جوج كوسينوس ثلاثة بي على ثمانية. هذا كيعني أن كوسينوس ثلاثة بي على ثمانية غادي يساوي هذا العدد كامل ونقسمو على هذا العدد. ممكن نخرج هنايا واحد جدر جوج ونختزل بها، دونك ماشي مشكل نخليو غير حنا ها هي كاع نخرجوها، ها هي جوج وهنايا أربعة، هي جوج بجوج تبقى لينا جوج عامل لجوج ناقص جدر جوج. غادي قلنا نخرجوا هاد الجوج تولي جدر جوج صا جدر، يبقى لي جوج ناقص جدر جوج، هادشي كامل هذا كيساوي على هاد القيمة هادي اللي هي ناقص جوج جدر جوج. غتمشي هاد جدر جوج مع هاد جدر جوج، يبقى لنا أن ماذا؟ يبقى لنا أن الكوسينوس ثلاثة بي على ثمانية كيساوي فوالا. إذا يبقى لنا أن كوسينوس ثلاثة بي على وبالتالي فإن كوسينوس 3 بي على 8 غادي نلقاوها كتساوي في هذه الحالة جدر 2 موان راسين 2 كل على 2، وما نساوش هنايا ناقص لأن الكوسينوس قلنا راه سالب في هذه الحالة. إلى هنا نكون سالينا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي يكون حول المثلثات والرباعيات وكيف يتم تحديد طبيعتها. سلام عليكم.